مفتوش. يلا دايما عند اخوه صغير، بعدين حطيتهم مع بعضهم. فهلا هون عم بصور لاشوف الطريقه كيف دحش حاله وصار عند اخوه الصغير. علبة أخوه الطش طبش حاله جنبه. بدي أشوف إذا ما أحسن هيك تتدخل. كانوا صغار ألاقيه دايما دايحش حاله، بس ما أحسن أصوره. هلا بدنا نشوف، عم فكرة في مسافة يعني، بدي أشوف شو بيتصرف حاله. ما في مكان، هلا كبر شوي صار مكان ضيق. بحسن يتنفس، بس خلص طحش حاله. راح استنى شوي لنشوف. حاول ادق البلور مشان يطلع. لا تنسوا تشتركوا بالقناة الثانية الخاصة بمزرعة الإنتاج لحتى يصلكم آخر الأخبار وكل شيء جديد. شكرا كثير لكم.